يجيب على تساؤلات السادة المشاهدين، ويمكن كتير من السادة المشاهدين بيطلبوا من فضيلتك الدعاء. أستاذة وفاء، الأستاذ وفاء، احنا يعني الأول بس عاوز أقول حضرتك إيه، إن خلي بالك، أنا بقول لحضرتك ولحضرته في كله بقى، اللي بيدعي بيدعي لنفسه. يعني لو أنا بدعي لحضرتك بدعي لنفسي ليه؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده، بيقول ما دعا أحد لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله ملكا يقول له آمين ولك مثله. يعني ربنا يستجيب لك ويديك زي اللي انت بتدعي له بالظبط. شوف بقى، يبقى انت ايه في الحقيقه، انا لا ادعو لغيري وانما ادعو لنفسي. عشان كده بطلب من الساده المشاهدين جميعا ان يدعوا لنا زي ما احنا بندعي لهم، عشان بتدعوا لنفسكم في الحقيقه. نسال الله عز وجل ان رب، يعني عاوز ابشر حضرتك برضو والاخت ام هدى، ان بتقول والدتها عندها ممكن قنصر او شيء، شفاها الله وعافاها وجميع مرضانا يا رب. ده ابتلاء من الله عز وجل، والابتلاء ده احنا قلنا الابتلاء يعقوبه عطاء، يعني ابتلاء فيه عطاء بس انسان ما يشوفوش. عشان كده بقى المريض يكفي ان المريض في رحمة الله، خلاص. يبقى المريض ده بيقول لك اللي بيزور المريض ما زال في مخرفة من رحمة الله. المريض يعني ايه؟ ماشي في رحمة الله كده، في زي انبوب كده ولا زي شارع او طريق في رحمة الله حتى يزور المريض ويرجع. ما بالك بقى بالمريض نفسه؟ ايوه، اذا كنت انت هل يزور مريض في رحمه الله، ما بالك بالمريض في رحمه الله حقا وصدقا. الله. يبقى اي مريض، عشان كده بقول لك ايه، خلي المريض يدعي لك لانه قريب من ربه، متخل عن الدنيا، مش شايف لها طعم، ومتخلي وقريب من ربنا. طب ادعي لي انت بقى في الوقت ده. فاحنا بنقول حضرتك بندعي لوالدتك بالشفاء، وربنا يكشف عنها الاذى والسوء ويتولاها برعايتي وعنايتي، وكل مرضانا يا رب. وهي تدعي لنا، بطلب من حضرتك بقى ان هي تدعي لنا، انا عاوز هي تدعي لنا كده عشان ده شيء مهم. فقال له المريض حلو ليه؟ قال له اصل معاه ربنا.